وطبعا فكرة زي ما قلنا يمكن الأشخاص الأكثر عرضة حضرتك قلت ممكن يكون ليها دعوة بالتاريخ العائلي أو بعض الأشياء المتعلقة بالوراثة. هل في أشياء أخرى برضو لازم الناس تاخد بالها من الحياة؟ السؤال ده أنا عايز أركز عليه عشان الناس برضو تبقى واعية لفكرة إمتى أنا ممكن أكون عندي الخطورة إن ممكن يحصل لي مشكلة في القلب. أوكي. طبعا في دراسات جديده بتقول ان هو الناس اللي عندهم سمنه مفرطه بيبقوا اكثر عرضه لضعف عضله القلب. الناس اللي عندهم lack of exercise اللي هم مش بيمارسوا رياضه او خمول او خمول ما عندهمش حركه مش بيمارسوا رياضه حركتهم نفسها قليله ده ممكن يؤدي الى ضعف عضله القلب. طبعا زي ما قلنا الناس اللي بيشربوا الكحول كتير الناس اللي بيشربوا سجاير كتير الحاجات دي كلها دول بيبقوا اكثر عرضه بكتير انهم يجي لهم ضعف عضله القلب والحاجات دي نقدر نكونترول بسهوله فنقدر نتجنب الموضوع ضعف عضله القلب بسهوله. طبعا. طيب برضو من الحاجات اللي مهم نقف عندها هي فكره العرض يعني امتى برضو الشخص الحقيقه دايما بنقعد نركز مع حضرتك فكره الناس ازاي تحس الناس ازاي تشعر الناس ازاي تقلق في الوقت اللي فعلا محتاجه تقلق فيه او تدرك بشكل عام عشان تبقى فاهمه الموضوع بشكل طبي سليم. فكره العرض او ايه الحاجات اللي ممكن تحصل تخلي الشخص يبقى alert او مركز لا في حاجه غلط في لمبه حمراء ابتدت تنور في حياتي انا الامور بتاعتي مش مستقره انا صحتي ابتدت تتاثر بشكل سلبي. ايه العرض اللي ممكن يحصل عشان ينم عن ضعف لعضله القلب؟ كويس قوي. يمكن انت حضرتك في صوره قدامكم ان انا جايب جسم الانسان كله عشان نقول ان جسم الانسان كله بيبدا يشتكي او يشتكي من اعراض او الانسان يبدا يظهر عليه اعراض بسبب ضعف عضله القلب. هنقول برضو الحاجات الاكثر شيوعا. اول حاجه يبدا المريض يحس بنهجان. يبدا يقول لك انا مش قادر امشي زي الاول انا مجرد ما امشي يجي لي نهجان. انا مجرد ما اجيب حاجه من الارض يجي لي نهجان مجرد ما اتحرك اروح التويليت في البيت يبدا يشتكي من نهجان حاجه ما كانتش موجوده عندي. الحاجه الثانيه يبدا المريض يرفع المخده بتاعته هو طول عمره بينام على مخده واحده يبدا مش قادر ينام على ظهره كويس فيبدا يحط مخده ثانيه او مخده ثالثه عشان يقدر ينام كويس. يبدا يكح جامده لما يجي ينام على ظهره مجرد ما يقعد الكحه دي تتحسن. يبدا يشتكي من ان وزنه يزيد ويحصل ورم في رجلين جامد يقول انا مش عارف البس الشوز بتاعتي او لما بلقى الشوز بتاعتي بلاقي حس في رجلي جامد ورجلي بتورم بشكل جامد. شهيته للاكل ممكن تقل يحصل وجع عنده في ناحيه الكبد الناحيه اللي هي اعلى مكان في البطن. كل دي اعراض ضعف عضله القلب. وكمان في اعراض تانية يبدا تركيزه يقل يقول لك انا ما بقتش تركيزي مش زي الاول شهيتي مش زي الاول انا ما بقتش حابب عايز انام على طول. كل الاعراض دي مع بعض بتبدا تخلينا نشك في ضعف عضله القلب. مش عرض واحد طبعا اطلع اجري واتخض ان في ضعف عضله القلب لكن لما النهجان بالذات الكحه لما اجي انام على ظهري تورم الساقين لازم استشير دكتور قلب. الحقيقه يعني كنت اقف عند الحته دي واقول لحضرتك ان يمكن لفظ الوسوسه او الوسوسه دي فكره برضو طبيه جدا لان طبعا. ناس كتير بيجي لها هذا الارق ان انا حاسس ان انا ما بقتش زي الاول حاسس ان وهو ممكن يكون حاجات طبيعيه نمط الحياه اتغير ممكن يكون شخص كان اكتف او نشيط ابتدى يبقى عنده خمول اكتر او شغله ما بقاش يستدعي يمكن الحركه بالشكل اللي كان معتاد عليه يمكن نفسه ما بقاش برضو زي الاول. ناس كتير بيجي لها هذا الشعور خايف بس ان حضرتك برضو من تعليقك وكلامك عن فكره الاعراض دي تخيل الناس كلها لا احنا كلنا عندنا مشاكل في القلب طبعا صح وهو بالفعل ممكن يكون في بعض الاشكال المتقاربه لكن لاي مدى شكل هذه الاعراض بيكون قوي ان ينبه هذا الشخص وهذا المريض لا ده في مشكله الموضوع مش بسيط ومش مجرد بس تعب في نمط الحياه اللي اتغير. اوكي هما اول ثلاث اعراض خلينا اشرحهم بشكل اوضح شويه عشان الناس ما تقلقش. اول حاجه النهجان اللي هو قوي جدا انا بقول لحضرتك مجرد ما اخش التويليت في البيت عنده بيبدا يشتكي من النهجان وبيزيد مش بيثابت بيزيد. فكل واحد يكون عارف هو برضو مجهوده حياته عامله ازاي عشان لما يحصل الطفره والاختلاف ده هيبقى مدرك ان في يعني فجوه كبيره ما بين الطبيعي وما بين اللي بيشعر دلوقتي. والحاجه الثانيه ان هو يلاقي مع النهجان ده برضو تورم في الرجلين يعني ادي عرضين مع بعض هم بيبقوا دايما جايين مع بعض بنسبه كبيره جايين مع بعض. العرض الثالث ان هو مش عارف ينام على ظهره زي ما قلت حضرتك. في ناس بتيجي تقول لي انا ما بقتش اعرف انام على ظهري ليا شهر وشهرين بدات انام انا قاعد على كرسي السفره. دي عرض مش ما بيحصلش مره واحده ومش حاجه شائعه فبالتالي لما الاقي الثلاث اعراض دول مع بعض لا لازم دي حاجه ريد ماركس ان انا خليني لازم اتجه الى دكتور قلب ويعمل لي الفحوصات اللازمه ويطمن على صحه قلبي.
هما الثلاث اعراض دول. الباقيين زي ما قلنا اللي هو فقدان الشهيه، وجع في البطن، فقدان التركيز، في اكتر من حاجه تعمل الحاجات دي. لكن الثلاث اعراض الاولين اللي احنا قلناهم دول مهمين جدا ان احنا لازم نكون في دماغنا ولازم نستشير دكتور قلب.